طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين سيمينارات الماجستير. احنا في مجموعة الباحثين السودانيين عندنا سلسلة بتاع السيمينارات مخصصة للناس اللي بيتخرجوا من البكالوريوس، وسلسلة بتاع السيمينارات مخصصة للناس اللي بيتخرجوا من الماجستير، وسلسلة سيمينارات مخصصة للناس اللي بيتخرجوا من الدكتوراه. فاي زول يا اخواننا بنهنيه في المجموعه، مبروك الماجستير، مبروك الدكتوراه. ده بنكون متوقعين انه يجي يوري الباحثين السودانيين هو عمل شنو والكونتريبيوشن بتاعته شنو، وما بنطلب منه انه يعمل اي حاجه جديده، بس اخر باوربوينت فايل قدمته للجنه اللي اجازت لك الدرجه بتاعتك دي نفسه تعال قدمه يعني. فاحنا سعيدين جدا اليوم ان يكون معنا الشابه الرائعه امينه عثمان. امينه هي خريجة علوم الحاسوب من جامعة النيلين، وعملت الماجستير مؤخرا في معهد كايست. وللذين لا يعرفون كايست، فهو معهد مناظر لام اي تي في امريكا، اللي هو المعهد الاول في العالم بهناك. هنا ده المعهد الاول في كوريا الرائدة في تقنية المعلومات، وكذلك المعهد ده في الجامعات الاولى في العالم. انا ما اعرف الرانك بتاعه بالضبط شنو، لكن ممكن امينة تكلمنا عنه. أمينة إن شاء الله هتقدم اليوم رسالة الماجستير بتاعتها بعنوان مقترح نظام ذكي للقناة لتحسين إنتاجية القمح في السودان. Proposing smart canal irrigation system to improve the productivity of wheat in Sudan. مرحبا بك يا باشمهندس أمينة، وإحنا سعيدين بك جدا جدا، ومبروك الماجستير وفخورين بك. تفضلي. مرحبا بك دكتور، وسعيدة جدا إني أكون معكم في اللايف ده، وتقريبا ده أول لايف لي، إن شاء الله ما حيكون آخر واحد، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة تفيد السودان يا رب. طيب أمينة، أنت كو هوست، ممكن تعملي طوالي شير السكرين بتاعتك لو عندك برزنتيشن. أنا بس حوري الناس هنا ده عشان يكون في كابشن بتاع الفيديو. أوكي. ده الإعلان اللي رسلناه للناس. الزوم يا اخواننا موجود، ممكن تستخدموا الاي دي والباسورد، ولا ممكن ارسل لكم برضو في الرابط المباشر للدخول لجلسه الزوم. الناس كلها حتكون ميوتد، الناس اللي من بره داري داخلين حبابهم. الاسئله والاجوبه حنخليها لنهايه الويبينار. تفضل يا امين. شكرا، انا هعمل شيرنج للسكرين وان شاء الله نبدا طوالي. طيب بسم الله نبدأ البرزنتيشن بتاعنا. فقبل ما أبدأ أنا حابة أتكلم شوية عن المنحة اللي اتقبلت فيها. زي ما كتبت كان في الجروب إنه المنحة مخصصة للناس الاي تي اللي شغالين في الجوفرمنت اوفيسز، وبرضه الناس بتاعين الريسيرش في الجامعات. فيا ريت الناس تحاول تقدم شوية، لأن عدد الطلاب السودانيين فيها بسيط جداً، وهي بتفتح مرتين في السنة، شهري 3 أو 4 وشهري 9. فبنتكلم في تفاصيل زي دي فيما بعد إن شاء الله. حاليا نبدأ البرزنتيشن بتاعنا، وأنا هحاول أتكلم بالإنجليزي وعربي نسبة لأنه الكونتاكت في بالإنجليزي. طيب ده التايتل بتاعنا، الكونتنت النقاط الحمر عليها يعني بصورة سريعة. فحنبدأ ب أهمية القمح بالنسبة للسودان. وهو في الجراف ده دراسة اتعملت بواسطة معهد البحوث الزراعية في السودان، بيوضح الجاب بين اللوكال برودكشن والكونسومشن في بالنسبة للقمح في السودان. وزي ما ظاهر لنا أو زي ما نحن كلنا عايشين وشايفين النقص بتاع القمح في السودان بداية من 2015، وده أدى لارتفاع إنه الفود انسكيورتي نسبته في السودان ترتفع بصورة عالية جدا، يعني نسبة 50%. دي حاليا نسبة المجاعة في السودان. في ثلاثة إيشو، زي ما هو القمح هو المين كونسيومد كروب، يعني
ده برضو يعني بيؤدي لنا، لأنه حاليا نسبة لأنه الناس بتهاجر من الغرى للمدن بشكل كبير جدا، فالناس بتعتمد في الغذاء الأساسي بتاعها على القمح، وبرضو الكمية بتاعت الإنتاج يعني ما بها صورة كبيرة جدا مقارنة بالكونسومشن أو بالاستهلاك. نسبة لأنه الجو في السودان شوية حار، فالقمح بيتزرع في منطقتين فقط وفي موسم واحد اللي هو الموسم بتاع الشتاء. اخترت الجزيرة سكيم، زي ما عارفين إنه هو أكبر سكيم أو أكبر مزرعة أندر وان مانجمنت، يعني مش بس في السودان بس في العالم. وبالنسبة للكباسيتي بتاعته بيمثل لنا نسبة 42% من التوتال إريجيتد أريا في السودان، وبيستهلك يعني كمية كبيرة جدا من الموية بتاعت النيل المستخدمة في الإريجيشن. فيما يخص التأثير بتاع الإريجيشن في الويت برودكتيفيتي، في كمية من الدراسات اتعملت. أنا اخترت الدراسة دي اللي هي اتعملت في الصين لمدة سنتين، فوجدت إنه الإريجيشن أو الري له تأثير كبير جدا على الإنتاجية بتاعت القمح، بس الإنتاجية بتقل في حال إنه الري كان بنسبة أكبر من المعتاد أو من المفترض تتعمل. فده بيحتاج إنك تحدد السويل مويتشر بروبرتيز، وبيحتاج إنك ندرس العوامل بتاعت الجو وندرس كل العوامل اللي بتختص بالزراعة قبل ما نبدأ في الزراعة عشان نحدد الماكسيمم amount of irrigation اللي هو needed for irrigated your current plant. فيما يخص الـ problem statement، لما نتكلم عن مشروع الجزيرة نحن بنعرف إنه النظام بتاع الري المستخدم فيه هو يعني اتعمل بواسطة الحكومة البريطانية من سنة 1925، فتقريبا حاليا له قريب 100 سنة. والكانيلز، مجموعة الكانيلز بتتعدى 380,000 كانيلز، small and big canals. فبنلقى إنه 50% من المشاكل بتاعت ال productivity loss جاية لل irrigation problem، في حين إنه يعني مش بس إنه الري ما كافي، بس بنلقى حاليا في مشروع الجزيرة الحواشات اللي بتكون في آخر الصف بتاع الكانيلز ما بيصلها المويه. فمعظم المزارعين تخلوا عن الزراعة في المناطق ديك، وحاليا ما كل المشروع بتاع الجزيرة يعني مستخدم أو مستخدم بصورة بنسبة 100%. يعني الأوبجكتيف تحت الدراسة دي اللي هو إنه نعمل feasibility study في إنه كيف نعمل adaptation للسمارت irrigation system. برضو بتعمل best practices بالنسبة المشاكل الإدارية والتكنيكال اللي بتواجه لنا السكيم بتاع الجزيرة. بنحاول برضو نعمل assessment أو تقييم للإنفراستراكشر الحالية موجودة، ونشوف التكنولوجي الممكن نستخدمها فيه. طيب قبل ما نخش ديب، حنعرف شنو يعني smart irrigation system. عموما يعني أي smart irrigation system هو بيحتمد لنا على 3 حاجات أساسية، اللي هو السنسر بتاعتك والكنترولر والووتر سورس. فهنا السنسر هي اللي بتجمع الداتا من البلانت أو من الزرع بتاعنا. بناء على الداتا دي اللي هي بتحدد لنا بتين وقدر شنو الزرع ده محتاج يعني الموية. فبطوال الكنترولر هو اللي بيتحكم في الووتر سورس، بيفتح وبيقفل الموية بناء على الداتا الجاية من السنسر دي. في 2 types من السنسر اللي هي ويزر بيز وموتشر بيز. الويزر، لما نقول ويزر بيز دائما هي بتحتمل لنا على الخصائص بتاعت
بتاعت الوزر زي الرين الأمطار ودرجة الحرارة والأشعة بتاعت الشمس وإلى ذلك. المؤشر بيز اللي هي عندها خاصية واحدة، فهي بتقيس لك النسبة بتاعت الرطوبة، رطوبة التربة، رطوبة التربة بالنسبة للزراعة. فهنا فيكم يعني كومباريزن بتوين الاثنين. في النهاية لقيت انه فيما يخص الويزر بيز هي يعني مور اكيوريت وسهل انك تعملها انستوليشن ومانجمنت. اما بالنسبة للمويشر بيز لانها بتحتاج انه تدفينها في الروت بتاع البلانت، فهنا بتكون complicated وبرضه expensive وبتحتاج كمية من السنسر عشان تديك accurate data. فبناء على ال comparison دي نحن حنختار ال weather based sensor فيما يخص ال system بتاعنا. هنا برضو مقارنة بين ثلاثة من أهم ال irrigation system المستخدمة في العالم، اللي هي drip irrigation, sprinkle وال canal irrigation. المقارنة تمت بين يعني بناء على الفاكتورز أو الكريتيريا دي اللي هي المين فاكشن والتكنولوجيا اللي بنحتاجها. فيما يخص السودان لما نجي لمشروع الجزيرة إنه نحوله لدريب إيريجيشن بتكون شوية صعبة، لأنه الدريب إيريجيشن هو إفكتيف بس للسمول فارم. فيما بالنسبة للسبرينكل هو بيغطي مساحات كبيرة، بس انك تتحول للسيستم ده بتكون التكلفه بتاعته عاليه جدا. بالنسبه للكانل اريجيشن وانس انه اوريدي عندنا كانلز متوفره وجاهزه، فهو بيكون موست سيتبل وان، لانك بس تحتاج بس تعمل اعاده تهيئه لما هو اصلا قاعد. ف من الريتشر ريفيو حددت 11 فاكتورز بناء عليهم أنا هحلل الوضع في السودان وحلل هستخدمهم برضو للبنشماركينج كنتريز. عندنا الستيك هولدر اويرنس، وعندنا الليفل اوف فورمال اديوكيشن فيما يخص الاجريكلتشر. الاي سي تي اندكسز برضو مهمه جدا، وبنحتاج نعرف الاكزيستنج اريجيشن سيستم، وبرضو بنعرف الانفراستراكشر فيما يخص بيحدد جاهزيتنا للنيو سيستم. عندنا برضو اللوكال اندستريز في الاريجيشن، ونشوف الفند. بنحتاج برضو اهم شيء الكلايمت نيتشر والووتر ريسورس. طبعا زي ما معروف الجفرمنت سبورت اللي هو الباك بون بالنسبه لاي شيء، فبنحتاج نعرف نشوف البوليسيز بتاعت الجفرمنت ونشوف البوليسيز فيما يخص الـ Water Irrigation Resource. الفاكتورز دي عملت لها جروبينج في 5 domains اللي هي Social, Technological, Economic, Environmental and Political بناء على الترتيب بتاعها. فبنستخدم هنا الـ Steep Analysis Tool عشان نقدر نعملها بطريقة official دي الميثودولوجي المتبعة في الريسيرش. هو من الريتش ريفيو حددنا الكريتيكال فاكتور بتاعتنا، عملنا لها جروبينج، بعدك بنستخدمها في الاسيس اناليسيس او الكرنت سيتويشن اناليسيس والبنش ماركينج كنتري. اخترت كوريا وايجيبت، هنعرف فيما بعد لشنو. بناء على التحليل ده حددنا في شفنا الجاب اناليسيس بين الثري كنتريز، بنيجي نعمل الريكومنديشن والتو بي موديل بتاعنا. لما نبدأ بالسودان الكنتري بروفايل بتاعنا، غالبا معظمنا عارفين السودان كويس، فحنمشي للأناليسيس طوالي. طيب في الجزيرة هنا التابل ده بيوضح لنا عدد الكانلز الموجودة في المشروع حاليا. الجراف رسمته كشكل تقريبي بيوضح الشكل بتاع الترع والنظام بتاع الري بيكون كيف. يعني حاليا هو مستخدم الاسلايس جيت، والجيت دي هي بيتم التحكم فيها يدويا، يعني تحتاج عامل انه يمشي
يرفع يفتحها ويقفلها بناء على التايم تيبل بتاع الإيريجيشن. لما نجي نطبق الستيب أناليسيس فيما يخص الأويرنس في الإيريجيشن سيستم، معروف إنه مشروع الجزيرة الإيريجيشن سيستم فيه بيدار بواسطة الحكومة. حسب الريتش ريفيو اللي لقيتني إنه الحكومة هي بتوفر لنا مهندسين فيما يخص المشاكل بتاعت الإيريجيشن. بالنسبة للفورمال إديوكيشن، في عندنا كمية من الكليات بتاعت الزراعة أو الكليات المتخصصة في الأجريكلتشر تكنولوجي، بس ما بنلقى إنه في منح مخصصة من الحكومة أو مدعومة من الحكومة بما يخص يعني إنها توفرها للطلاب، وبعد ذاك يكون engagement في الأجريكلتشر فيلد. الاي سي تي ديفلوبمنت يعني السودان شويه متاخر جدا في الرانكينج بتاع الاي سي تي ديفلوبمنت. الاكزيستنج ريجيشن سيستم اللي هو الري السطحي، هو الري بالغنوات حاليا هو المستخدم في الجزيره سكيم. طيب انا حامشي يعني ححاول ما اقرا الكلام ده كله، بمشي لكم بس للسمري بتاعته. قلنا فيما يخص الـ awareness، الحكومة بتوفر لنا الـ well skill engineers، وبالنسبة للـ infrastructure هي low ومحتاجة لإعادة تهيئة. policies فيما يخص السياسات فيما يخص الـ smart irrigation system، يعني ما في أي بلان لأنه الحكومة تنتقل لأي smart irrigation system، فبنحتاج إنه نضع بوليسيز جديدة. بالنسبة للبشماركينج كنتريز اللي هي بنختار يعني كوريا على حسب إنه الدراسة تمت في كوريا، فضروري جدا نختار كوريا، لكن برضو السبب الأساسي يعني هو إنه كوريا بالنسبة للآي سي تي هي البيست كنتري، والترانسفورميشن اللي حصل لكوريا يعني من إنها كانت أفقر دولة في العالم لأفضل الدول بنحتاج نتعلم منه بصورة كبيرة جدا. وحتى بالنسبة للأجريكلتشر ديفلوبمنت، السياسات بتاعت الزراعة والتكنولوجيا المستخدمة في الزراعة بتاعتهم مفيدة جدا، فحنعرفها فيما بعد. برضو بالنسبة لمصر، لأنه مصر جارتنا ونحن بيكون في شيرينج اللي هو النيل هو المصدر بتاع المويه بالنسبه للسودان ومصر، فالسياسات الطبيعه تحت البلد كلها قريبه من بعض، لكن زي ما عارفين مصر افضل مننا كتير في مجال التقنيات الزراعيه، فبرضو بنتحاول نتعلم منها لانه مصر حاليا مصنفه كافضل دولة أفريقية في المجال بتاع الإيريجيشن. طيب فيما يخص كوريا، بالنسبة للسمارت كانل إيريجيشن المستخدم في كوريا، كوريا النظام بتاع الري فيها هو يعني معظم المياه المستخدمة في الري بيتم عن طريق حصاد الأمطار، لأنه الأمطار عندهم كثيرة جدا. ففي الشكل ده شايفين كيف إنه الغنوات أو المجاري تحت المياه بيتم التحكم فيها. هم عاملين installation اللي هي للسمارت جيت، الجيت دي بتفتح automatically بناء على control room هم بيتحكموا فيها، منزلين sensor في الجيتس دي بتحدد لنا rainfall sensor والwater flow اللي هو التدفق بتاع المياه، مربوط كل الداتا دي مع بعض، مستخدمين wireless. السيستم ده اتعمل من 2013 بواسطة اللي هي الجهة المسؤولة من الريجيشن، لكن مطبقاه لنا الرورال اريا ديفلوبمنت اللي هي في عندهم جسم كده خاص بتنمية المناطق الريفية.
بيتم التحكم فيه عن طريق زي ما قلت كنترول روم، وبرضه عندهم خاصية تانية إنه بيتحكم فيه برضه عن طريق السمارت فون، عن طريق أبليكيشن بينزلوه في التلفون. لما طبقنا الستيب أناليسيس الفاكتور تحت التحليل، لقينا إنه في السمري بتاعته الفارمر في كوريا هم ويل ترينيد ويل سكيلد نسبة للبروجرام الجفرمنت بروجرام اللي هو حصل له استابليشمنت من 1998. في برضو ديديكيتد فورمال اديوكيشن اللي حصل انه في 2004 الحكومة انشأت كلية خاصة بالزراعة. الكلية دي يعني بتوفر منح بس للكوريين في المجال الزراعي. سنويا بيتم 500 قبول 500 طالب، فالطلبة ديل بعد ما يدرسوا البكالوريوس في الكلية دي بيكون مانداتوري إنهم يعملوا 5 سنة في المجال بتاع الزراعة. فبرضه بعد ما يتخرج الحكومة بتعمل لهم فند وبتعمل لهم انجيجمنت في المجال بتاع الزراعة، لأنه كوريا بتعاني من نقص كبير جدا في الفارمرز، ومعظمهم الناس old، فهم بيعملوا الحاجة دي عشان يشجعوا الشباب لأنهم ينضموا في المجال بتاع الزراعة. برضو حاجة مهمة جدا في كوريا إنه في الحكومة هي اللي بتعمل البوليسي، بعد ذلك بتكون في public private partnership اللي هي في بتكون يعني في زي collaboration between المؤسسات الخاصة والحكومية، بحيث إنه الحكومة هي توفر لك الفاسيليتي، تعمل لك فاسيليتي للسيرفيس بتاعتك، والبرايفت كومبانيز هي اللي بتقوم بتوفر الخدمة. فدي حاجة نحن محتاجين نطبقها في السودان، تقريبا شبه معدومة عندنا. كوريا برضو وضعت يعني إيفورت كبير جدا في إنهم يحسنوا من الإيريجيشن سيستم، لأنهم بيعتمدوا أساساً على الرايس زي ما إحنا بنعتمد على الويت. فمن 1960 يعني عندهم بلان كويسة جداً لأنهم يعملوا سيلف سفيشن أو يحققوا الاكتفاء الذاتي فيما يخص الرايس، وده الحصل تقريباً. طيب لما نجي لمصر، مصر حاليا هي ما مطبقة الفكرة بتاعت السمارت جيتس دي، بس هم عندهم خطة واضحة جدا ومفصلة ممكن يعني أي زول يحصل عليها. الخطة اللي هي حاليا اسمها ديسن لايف أو حياة كريمة، بيحاولوا إنهم من خلالها يحولوا كل الكانلز أو كل الترع الموجودة في مصر لأنها تتحول من الشكل على اليسار ده في الصورة دي اللي هي بيعملوا لها لايننج أو بيعملوا تبطين للترع، وده لأنه مصر خايفة جدا على النسبة بتاعتها في بالنسبة لمياه النيل، فبيحاولوا يقللوا على قدر ما يقدروا استخدام مويه النيل في الزراعة، لأنهم هو باعتبارهم النيل هو المصدر الوحيد للحياة والزراعة في مصر. طيب بالنسبة للستيب أناليسيس، بنلقى إنه لأنه معظم الفارمر في مصر هم في الرورال أريا، فما في أكسس للإنفورميشن في المناطق الريفية في مصر. في شوية نسبة عدم التعليم برضو كبيرة في مصر. الـ agricultural student في مصر في دراسة وجدت إنه نسبة الطلاب اللي بيقدموا للكليات الزراعية بيقل سنويا، وده لأنه هم خايفين إنه ما يلقوا فرص بتاعت شغل بعد التخرج. فبرضه هنا ما في أي government intervention، يعني ما في أي تدخل من الحكومة فيما يخص scholarship أو funding بالنسبة للطلبة بعد التخرج. طيب
الموست يوزد irrigation سيستم في مصر هو السيرفيس irrigation او نفس النظام بتاع الirrigation المستخدم في الجزيرة سكيم، اللي هو الري بالغنوات او الري بالتراب. بس بنرجع نقول انه برضو عندهم very clear plan اللي هي لحد 2037، فموضحين فيها كيف انهم ينتقلوا للسمارت irrigation سيستم بنهاية 2030. بعد ما شفنا التحليل ولما نجي نعمل الجاب analysis between الثري countries اللي هي السودان مصر وكوريا، بنجي نعمل implication بناء على الجاب between three countries. فبنجي نشوف انه لينكن agriculture student في يعني ربط الطلاب الزراعيين بالمجال الزراعي بعد التخرج، اللي هو انه نوفر لهم job opportunity، نوفر لهم fund انهم يعملوا establishment للبروجكت بتاعتهم الخاصة. ده مهم جدا. حاجة برضو فيما يخص التكنولوجي، لما نجي نتكلم عن الافيشنسي بتاعت الكرنت irrigation سيستم اللي هو النظام الحالي المستخدم، نظام الري المستخدم حاليا في الجزيرة، بنلقى انه الكفاءة بتاعته متدنية جدا. فالحكومة بتحتاج تعمل اللي هو إعادة تهيئة فيما يخص الكرنت irrigation سيستم. حاليا ما في اي فند للإيريجيشن ديفلوبمنت، او زي ما بيقولوا المزارعين في الجزيره انه الحكومه رفعت يدها عن مشروع الجزيره وعن المشاكل بتاعت الري اللي بتحصل هناك. فدي برضو بنحتاج انه نقف فيها شويه. البوليسيز والريجوليشن برضو محتاجه انه يحصل لها ابديت، لانه الووتر مانجمنت بوليسيز في السودان قديمه جدا، يعني من الاتفاقيه بتاعت مياه النيل من 1950، الابديت يكاد يكون ضعيف جدا. طيب هنا لما نجي نصل للمخطط ده، بيوضح كيف انه ماشيين نحدد الريكومنديشن والتوبي موديل بتاعنا. ففي الريكومنديشن فيما يخص التريننج والأويرنس، الحكومة هنا محتاج تعمل برامج بتاع التوعية بالنسبة لللوكال فارمرز لأهمية السمارت irrigation سيستم. برضو نرجع نقول إنه السكولرشيب مهمة جدا. بالنسبة للتكنولوجي، تحديد الirrigation سيستم المناسب لكل منطقة مهم في إنه يعني يحدد لنا نوع الإيريجيشن سيستم المحتاج يستخدمه. فبنلقى إنه يعني زي ما مصر عاملة خطة مهمة جدا وكوريا مطبقة السمارت إيريجيشن سيستم بصورة ممتازة جدا، بنحتاج إنه يحصل infrastructure، يحصل تهيئة للبنية التحتية بتاعتنا، وده بيحتاج يعني جهد كبير جدا من الحكومة ومن المزارعين ككل. فيما يخص الإيكونوميك، وده أهم شيء، بنحتاج نعمل secure للfunding عشان نقدر ننفذ السمارت irrigation سيستم ده. جانب مهم جدا انه لازم يحصل collaboration between الشركات اللي بتعمل في الزراعة، اللي هي الشركات السودانية، يحصل لها collaboration او تعاون مع الشركات العالمية، على اساس انه كيف يحصل technology transfer و knowledge sharing فيما يخص irrigation development. فده ممكن يتم برضو بمساعدة الحكومة في إنه تعمل لهم channel للتكنولوجي ترانسفير.
البوليسيز برضو بنرجع نقول إنها مهمة جدا ولازم يحصل لها أرجنت أبديت، لأنه حاليا الزراعة هي يعني زي ما بنعرف إنها الباك بون بالنسبة للاقتصاد بتاعنا، فلازم شوية نتحرك لأنه نضع بوليسيز هي تكون موافقة للمرحلة الحالية. يعني حتى إنه إذا الحكومة ما مستعدة لأنها أو ما عندهم الريسورسز في إنهم يعملوا بوليسيز، ممكن تحصل انيشياتيف لأنه الباحثين والمهتمين بالمجال الزراعي هم يضعوا الخطة، وبعد ذلك ممكن الحكومة تلتزم بتنفيذها. طيب هنا بنوضح كيف إنه الريكومنديشن دي نحاول نحولها لأكشن. ففي الشكل ده هنا موضحين حاليا كيف الإيريجيشن سيستم بيتم. في وزر ستيشن اللي هي محطة بتاعت وزر في مشروع الجزيرة، وزي ما شايفين المية بتجينا من السد، بعد في المين جيت بتمشي تتوزع على الغنوات الفرعية. فلما تصل المية عشان تصل الحواشة، فالمزارع نفسه هو اللي بيحتاج يفتح يفتح الجيت بتاعت، وهي مش جيت يعني، بيحاول بالكوريك يعني يفتح المجرى بتاع المويه عشان يسقي. فدايما بتحصل مشاكل في انه يعني معظم الغرى اللي حوالين مشروع الجزيره بيلقوا انه المويه فايضه يعني او مغرقه الحتات، لانه مرات الري بيحصل بيكون في الري الليلي على حسب نوع النبات. فدي مشاكل كبيره يعني فيما يخص الووتر لوز اللي هي الفقدان بتاع المياه، فيما يخص إنه المحصول ده ممكن يغرق، غير المشاكل بتاعت التدخل اليدوي الكثير جدا. فلما نجي نحاول ندخل النيو ريجيشن سيستم اللي هو بنعمل دمج للنظام المستخدم في كوريا وباقي الأنظمة المستخدمة في العالم. فالجيتس المقترحة بتحتوي لك على أهم شيء السولار بانيل اللي هي عشان توفر تعمل جنريت للإلكتريسيتي، فدي بتحل لنا المشكلة بتاعت الإلكتريسيتي نهائيا. بنحتاج لووتر ليفر ميشورمنت السنسر فيما يخص تحديد المستوى بتاع المياه، وبتحتاج لـ CCTV وبنحتاج لـ Control Room. بس ممكن نستغنى عن بعض المكونات لتقليل التكلفة وبناء على الوضع الحالي في السودان. طيب بعد التنفيذ ده حيكون شكل التنفيذ، في إنه الجيت هي ذات نفسها بتحتوي لنا على الحاجات دي كلها. يعني السولار بانيلز بتكون مركبة في الجيت، كل المكونات بتكون مركبة في الجيتس في البوابة. البوابة دي بعدين بيحصل لها مانجمنت من كنترول روم اللي هو بيتم التحكم فيها بصورة ريموتلي. فهنا ما بنحتاج لأي تدخل يدوي أو لأنه المزارع يمشي يفتح ويقفل، بس هو بنحتاج مهندسين يكونوا بيديروا بيكونوا موجودين في الكنترول روم يديروا كل الجيتس دي في يعني على مدار 24 ساعة. طيب لما نجي للimplementation بلان من الريكومنديشن حددنا الاكشن الممكن تتعمل. فهنا جينا عملنا لها جروبينج، قسمناها لثلاثة مراحل. الانيشيال بس المرحلة الأولى بتتعلق فيما يخص التريننج، لا فيما يخص البوليسي سيتينج والتهيئة بتاعت الأوضاع. التكنولوجيا ادابشن اللي هي دي اللي بتنفع انستوليشن للجيتس، وآخر مرحلة التريننج بس. نسبة لأنه أنت لما تجي تعمل implementation للمشروع ده
الزراعة تقريبا هتجيب في المشروع، فهنا التايم تيبل بتاعنا بيكون كريتيكال جدا، لأنه ما يكون أكتر من سنة. فخلال 6 شهور الانستليشن لازم يتم، خلال 3 شهور احنا نعمل البوليسيز والدراسات بتاعتنا. في بعد ما نعمل يحصل الانستليشن بيجينا التريننج فيز، اللي هي برضو ممكن تكون لمدة 3 شهور. طيب بالنسبة للكوست أناليسيس، المرحلة الأولى اللي هي كلها كوست فيما يتعلق بالبوليسيز والاجتماعات اللي بتحصل مع الخبراء وكده، فكلها ميتينج. المرحلة الثانية التكنولوجي، ودي شوية يعني التكلفة بتاعتي هنا ما أكيوريت، لأنه مشروع الجزيرة زي ما عارفين مشروع كبير جدا، فعشان أنت تعمل أكيوريت كوست أناليسيس بيحتاج مهندس زراعي، يعني محتاج تيم من المهندسين لأنهم يزوروا المواقع، يحددوا كم جيت محتاج إنها بتوين كل جيت، المسافة بتوين يعني جيتس أنا نظر جيت قدر شنو نسبة يعني لتدفق المياه، وحاجات يعني عوامل بتختص بالسايت. لما نجي للمرحلة بتاعت التريننج برضو، هي بتكون عبارة عن ميتينجز واجتماعات برضو بالخبراء مع اللوكال فارمرز. فدي هي تكلفة تقديرية بس زي ما قلت إنها ما أكيوريت. طيب بالنسبة للبنفيت، أهم شيء نعرف إنه البنفيت هنا ما مختصة لنا بس بالويت أو بالقمح، لأنه مشروع الجزيرة أساساً القمح هو ما مزروع أساسي في مشروع الجزيرة. في كمية من المزروعات المحاصيل التانية اللي هي زي القطن والخضروات وكده، فالإنتاجية الزيادة بتاعت الإنتاجية ما حتكون بس للقمح، لكل باقي المنتجات حتكون بنسبة عالية جداً. أول شيء 50% بتاعت اللوس في البرودكشن حتتحل نهائيا، بيضمن لنا السيستم إنه كل ال بيضمن لنا إنه ال 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 الري يعني يصل لكل منطقة أو كل مزرعة. لكن بالنسبة للويت، حاليا الإنتاج في السودان اللي هو بينتج بس حوالي 726,000 طن، في حين إنه النيتس أو بنستهلك حوالي 2 مليون طن. تطبيق السيستم ده بيضمن لنا إنه self sufficient فيما يخص الويت productivity، وبرانا شايفين الفرق فيما يحصل يعني في الإنتاجية بتاعت القمح في مشروع الجزيرة وفي المشاريع الخاصة زي مشاريع الراجحي والمشاريع اللي بتطبق في الشمالية. نسبة للتكنولوجي differences between مشروع الجزيرة وبين المشاريع الخاصة. طيب في qualitative benefit، ودي بتخص يعني البنفيت المعنوية، اللي هي يعني لما يكون انت عندك ستيبل اريجيشن سيستم، ف يعني المزارعين حيكونوا مبسوطين، والسوشيال ويلفير يعني النسبه بتاعت الرفاه او نسبه الرفاهيه في بالنسبه لللوكال فارمر حترتفع، الانكم برضو حيحصل له جنريشن، وبيكون في تايم سيفينج لأنه المياه على طول بتكون متوفرة. فزي ما شايفين حاليا يعني المزارعين بيشتكوا من إنه الحكومة ما موفرة أي شيء. فبعد تنفيذ السيستم ده كل المشاكل دي حتتحل إن شاء الله. طيب الريسيرش عنده many limitation، زي ما ذكرت إنه ما حددنا how many gates إحنا بنحتاج ليها،
الكوست اناليسيس برضو ما اكيوريت، وزي ما قلت البنفيتس هي ما ليميتد للويت بيتس، بس ممكن الفوائد من المنتجات المحصلة التانية تكون كبيرة بنسبة كبيرة جدا أكثر من الويت. طيب as conclusion، بنحتاج إنه زي ما شايفين العالم كله بيتجه لل ICT ولل technology development، فتحديد ال technology ال perfect technology اللي إحنا محتاجين لها في ما يخص الزراعة مهم جدا، عشان ما نقدر نعمل water saving ونعمل increasing لل productivity بتاعتنا. تقريبا ده كل يعني بصورة بريفلي كده كل البيبر ده جزء من الريفرنسز اللي استخدمتها، فحاليا ممكن نستقبل الكويتشنز. شكرا جزيلا باشمهندسة أمينة على تقديم رسالة الماجستير و very interesting. أنا بس كده لو مشيت الريفرنسز دي، هل فيها ريفرنس للرسالة بتاعت الدكتوراه بتاع الدكتور أحمد حياتي اللي قدم عندنا في الباحثين السودانيين؟ لا أحمد حياتي ما فيها، في لأحمد علام، دكتور علام، علام النور، علام النور، علام النور، لا دكتور أحمد حياتي عمل الدكتوراه بتاعته في الصين وقدم هنا رسالة الدكتوراه بتاعته، وكان بيتكلم على الريجيشن سيستم في مشروع الجزيرة تحديدا. لا ما لاقتني. اوكي تمام، طيب نفتح المجال الآن للأسئلة من الناس الحضور الموجودين. لو في واحد عاوز يسأل ولا يقدم مداخلة ممكن يستخدم خاصية رفع اليد في البارتيسيبنتس في ريز هاند، رجاء استخدموها. كم سهم نداء؟ لو في اي سؤال. شايف الامين جحفر اللي هو الفاوندر بتاع جروب الزريع السوداني عمل شير للويبينار في جروب الزريع، ودي حاجه جميله نشكره عليها، لانه فعلا الناس المهتمين بالزراعه بيهتموا بالنظام بتاع الاريجيشن. النظام ده المقترح باشمهندس امينه انت قلت انه بيوفر اب تو 70% من الووتر، مش كده؟ 50% من الووتر بيعمل سيفنج. ايوه طيب ما قلتي برضو في الليميتيشنز بتاعت الاستدي انه ما في يعني ما عملتي تي كوست اناليسيس يعني اكيوريت، ما اكيوريت رف بس. ايوه طيب ما انا عندي انت لسه يعني فيتشر وورك هتعمليه في نفس الدراسه. الفيوتشر وورك بيحتاج يعني في حال انه حيحصل امبلمنتيشن، فانه لازم يكون في تيم يزور المشروع بتاع الجزيرة، لأنه أنا شخصيا ما شفت مشروع الجزيرة، وعلى خطيب الزراعة يعني أنا زولة بتاعت اي تي، ما عندي علاقة بالزراعة، فالحاجة دي بتحتاج مهندسين زراعيين مختصين باللي هم فيما يخص تحديد عشان يقدروا يحددوا لنا كم جيت إحنا بنحتاجه، بعدك بنشوف التكلفة الكلية بتاعتك. تمام، السوفت وير اللي اشتغلت بيه ولا الموديلنج وكده؟ ولا هو كان بس فريم ورك؟ لا هو فريم ورك فريم ورك. ما طيب استخدمنا اي سوفت وير. ان كيس بتاع يعني امبلمنتيشن، في اي انظمه موجوده انت اوير بيها؟ في هي طبعا في النظام الامريكي، في برضو أستراليا. النظام الكوري شوية مختلف، لأنه الكانلز الغنوات بتاعت المياه في كوريا هنا شوية كده سمول، فالجيتس اللي بيستخدموها هي بيستخدموا السلايس جيت السمول، بترفع وتفتح كده دي، ف بنحتاج إنه يحصل كاستمايز ديزاين فيما يخص السودان، فبرضه ده يعني لما نرجع للأنظمة الموجودة في حول العالم يعني معروفة، ممكن نرجع لها. تمام جدا. طيب انت في البداية قلت هتكلم عن المنحة اللي انت اخذتيها
لكن انا ما اتهيالي اني غطيتها كويس. هل ممكن بس ادينا شويه ديتيلز عنها؟ 200 بتفتح ومنو اه اللي يجبل؟ انت كتبتي بوست، انا شفت البوست بتاعك عنها، ايوه لكن اللايف في العاده بيجوا الناس يرجعوا له ويحضروه لاحقا، فممكن طيب تتكلموا شويه عنها. للموظفين المنحة هي الحكوميين، للموظفين الحكوميين أيوة الموظفين الحكوميين والأساتذة الجامعيين فقط. أنت ما موظف ما بتستحق المنحة. يمكن تكونوا لاحظتوا شوية إنه الريسيرش فريم ورك بتاع السيزيز دي شوية مختلف، ده لأن هم بيتبعوا الفريم ورك ده هنا في فيما يخص الماستر سيزيز، لأنهم بيحاولوا قدر الإمكان. يعني أنت هنا بتحاول تحل مشكلة إيرجنت حاصلة في السودان أو في بلدك فيما باستخدام الكوريان تكنولوجي، اللي هو بيعملوا بروموشن للتكنولوجي بتاعتهم، ولأنك توفر لهم شغل بتاع كولابريشن. يعني فحاليا الجامعة يعني إذا الحكومة أبدت استعداد لأنهم ينفذوا المشروع ده، فالجامعة مستعدة إنها تقدم كل الدعم المحتاجينه فيما يخص الاكسبيرت والحاجات دي. بالنسبة للمنحة، المنحة زي ما قلت هي بدأت من 2006 نسبة، لأنه كوريا بتحاول تنفتح على العالم بصورة كبيرة جدا، فبتفتح لنا في شهر 4 وشهر 9، أيوة شهرين، في مرتين لأنه النظام بتاع السمستر سمسترين في السنة. فالناس تحاول تقدم لأنه عدد الطلاب السودانيين 3 فقط، يعني ممكن المنحة فتحت 30 مرة وعدد الطلاب السودانيين 3 نسبة، لأنه ما في awareness بالمنحة دي. طيب الريكويرمنت شنو يعني؟ غير الزول يكون، غير يكون أيوة موظف حكومي، هل لازم يكون التقدير بتاعه ممتاز ولا جيد جدا ولا شنو لا لا بالضبط؟ التقدير ما مهم جميل. بالنسبة يعني هو طبعا مش ما مهم، يعني ما يكون مقبول، أقل شيء جيد. ما بتحتاج آيلس، أيوة. فأنت هنا لما تجي بتمتحن تاني الامتحان بتاع التويك اللي هو هنا في اللي هو كوريا، تيست اوف انجلش از ا كوميونيكيشن لانجويج. أيوة. طيب نعم، غير الدراسة، المنحة برضو يعني احنا في السمستر الأول كان قبل زمن الكورونا، فحضرت كمية من المؤتمرات العلمية بتتعمل بمشاركة يعني خبراء دوليين جاي من أمريكا من باقي الدول، بتوفر لك برضو إنك تشوف المناطق التاريخية والحتات المهمة جدا في كوريا. برضو زرنا كمية من المؤسسات الحكومية فيما يخص، يعني زرنا كان الووتر مانجمنت اللي هي اسمها كي ووتر، دي المؤسسة الحكومية اللي بتختص بالووتر مانجمنت في كوريا. فالبرنامج ظريف جدا وممتاز، يعني عندك سنة ولا سنتين سنتين؟ للماستر، سنة ولا سنة؟ سنتين للماستر و3 سنة للدكتوراه. ممتاز جدا. طيب بلال، شايف في بلال رافع يده؟ فتحنا لك المايك يا بلال، وين هو؟ كان في زور رافع يده، فتحنا المايك اختفى. تمام، سنتين للماستر بتاخدوا فيها، افترض انه الزول بياخد مرتب مش كده؟ ايوه بدوك مرتب ناس كوريا نفسهم. ايوه للحكومة الكورية. أنا المنحة بتاعتي هي برضو خاش فيها البنك الأفريقي، المنحة دافع لنا يعني فيما يخص الطلاب الأفارقة كان دافع لنا البنك الأفريقي. اي ما بس نعرف القروش كم، لان هذه سورس اوف اتراكشن بالنسبه للشباب، ده انهم يجوا آه القروش 1.5 1,500 دولار في ولا مليون ونص كوري؟ مليون مليون ونص ونص كوري ون، يعني قريبة لل1.5 دولار، مليون ونص ون. يعني 1000 دي بتاخديها مرتب شهريا في اثناء ما انت قاعده في المنحه بتاعت الهنايه دي. أيوة تصليح مرتب اوضاع دي شهري ممتازه. ممتازة طيب جدا. محمد غريب تفضل، افتح لك المايك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مهندس محمد غريب الله عبد الله، كنت شغال في وزارة الموارد المائية
وحاليا شغال في منظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. بشكر أولا الباشمهندس على البرزنتيشن، والتاني عندي بس زي كومنتس كده وحاجات داير أقولها. أولا في تجربة بتاعت آي سي تي اتعملت هنا في السودان سنة 2014 2015 في مركز البحوث الهيدروليكية في واد مدني، وكانت عملت بالإنسترومنت اللي هي بتدفن في الأرض الموشر كونتنت، إنه بتقيس الموشر كونتنت. وتخيل لي بتاعت الموشر كونتنت هي بتكون أدقة من الوزر، لأنه الوزر ذاته بيكون فوركاست، يعني ما حاجة ميجرت. أنت لو دارت تشتغلي لمشروع الجزيرة كله فبيكون فوركاست وزر ولا مقاس بالأقمار الصناعية وكده. فالتجربة أثبتت إنه يعني فعلا في فاعلية، والإنتاجية زادت بنسبة 10 إلى 20% في القمح في الوقت ذاك 2014-2015، وكان مع شركة اسمها إيليف، شركة هولندية. المشكلة صراحة اللي بتواجهنا إنه التمويل، يعني إحنا دولة فقيرة ما عندنا قروش نمول حاجات كبيرة زي دي. فالتجربة موجودة والنوهاو موجود بتاع إنه كيف الناس يعملوا الآي سي تي، لكن عشان تحول كل مشروع الجزيرة الهيوج ده لسمارت إيريجيشن وسمارت كانال، دي دايرة كمية مهولة من الدولارات، وإحنا السودان زي ما عارفين إنتو يعني إحنا بنعاني في إنه نستورد يعني دقيق وكده. فحاليا احنا عندنا بروجكت مع منظمه الفاو في انه هاو تو انكريز البرودكتيفيتي، يعني الوتر برودكتيفيتي، يعني مش الانتاجيه بس وانما الانتاجيه المائيه، يعني انتاج باستهلاك كميات مياه قليله بالكرنت سيتويشن، يعني ممكن من غير ما نحسن الترع ومن غير يعني بالتريننج للفارمرز بأنه نرفع الـ awareness بتاع الناس باستهلاك كمية الموية، وأنه باستخدام صور الأقمار الصناعية نعرف وين الإنتاجات العالية في مشروع الجزيرة. والحاجة دي أنا ممكن أدي عنها بريف كده، أنه الحاجة دي اشتغلناها السنة الفاتت، أنه قدرنا نعرف الإنتاجية العالية وين، يعني المزارعين اللي بيجيبوا إنتاجيات عالية وين في مشروع الجزيرة، وحددناهم بصور الأقمار الصناعية وبالجي اي اس، مشينا لهم عديد كده وعملنا معهم استبيان، شفنا البراكتس بتاعهم بيعملوها، يعني شنو الحياة اللي بيعملوها، بيحرطوا كم مرة، بيدوا السماد كيف وكم مرة، بيحاربوا الآفات كيف. فدارين ننقل الحاجة دي للمزارعين التانين، يعني في مشروع الجزيرة بوضعه الحالي في ناس بينتجوا 27 شوال بتاع قمح للفدان، فالبراكتس بتاعتهم دي دارين ننقلها للمزارعين التانين عشان شنو نزيد الانتاجيه ونزيد الانتاجيه المائيه كمان، يعني باستهلاك كميات مياه اقل نقدر ننتج انتاجيه عاليه. فده البروجيك الحالي احنا شغالين فيه، واسيدي فيز 2. فيز 1 كان انتهى، اسمه وابور اللي هو ووتر برودكتيفيتي. البروجيك ده شغاله منظمه الفاو مع تو بارتنرز، انترناشونال بارتنرز اللي هو اي اتش اي دلف، المعهد بتاع اي اتش اي معروف طبعا للناس، و إيمي. فده الوضع الحالي في السودان. بس قلت أديكم فكرة عن حاجة نحن حاليا شغالين عليها وكده، وإن شاء الله ربنا يعين نقدر نرفع السودان وإنتاجيته إن شاء الله. لكن الحياة دي بس الحاجة العقبة الوحيدة فيها الكوست، إنه الحياة دي الكوست بتاعها عالي جدا. أيوة فعلا، بس لما نجي نرجع نشوف الحكومة قدر شنو هي بتدفع عشان تستورد قمح، بتدفع أموال كثيرة جدا، فممكن يعني توجه الحكومة يتحول من إنه يحصل importing للويت لأنه نمول بالقروش دي نمول بها المشروع عشان نزيد الإنتاجية ونحقق الاكتفاء الذاتي. فأنا ما عارفة ليش الحاجة دي ما قاعدة تحصل يعني. والله اي هوب انه الحاجه دي تحصل، لكن الحاجه دايره زي ما قلت دايره الزمن، يعني عشان تنفذ المشروع ده داير زمن، لكن الويد ما بتقدر توقف استيراده شهر واحد لانه الناس كلها حتطلع الشارع. فهذه ايوه ده الامبلمنتيشن بتاع الحياه دي داير زمن، يعني حتى لو لاحظت كوريا ما طوال في سنه واحده عملوا الحاجه دي. اكيد
بس لأنه استيراد القمح كريتيكال، فما حتقدر الحكومة ولا تدي ولا 5% منه لأنه يعمل اي سي تي ولا مشاريع ثانية، لأنه حتحصل أزمة طوال. فنتمنى إنه تكون عندنا مصادر تانية نقدر نعمل بيها الحاجات دي وكده. ممكن يحصل فاندنج من ال W اللي هي الورد بنك، لكن النوها موجود يعني. والله هوب نتمنى كده. لكن حتى الاي سي طبعا انتوا كلامكم ده كلام بتاع باشمهندس محمد، طبعا كلامكم ده كلام سياسي، ما ده ما كلام بتاع علم ولا كده. في هذه السانحة انا نقول انه غياب الليدرشيب، يعني انا خريج كوريا برضو زي امينه، واخذنا فرصه بتاع التدريب في واحده من المؤسسات اللي كانت ساهمت في النهضه بتاعت كوريا الجنوبيه اللي اسمها سيماول اوندونج. سيماول اوندونج ايه، نعم. احنا اول ناس اتدربنا عليها كطلبه اجانب سنه 2009، وعرفنا كيف النهضه بتاعت كوريا تمت بليدرشيب، يعني كانت قرارات ديسايسيف والحكومه خلاص اخذت استراتيجيه محدده ومشت فيها. بس الحكومه بتاعتنا ما اخذت حاجات في السودان وحاجات قرارات يعني صعبه جدا اقتصاديا على المواطن، لكن في النهايه برضه ما حيكون في سمارت اريجيشن سيستمز، لانه لسه نحن نعتمد على انه والله يجينا الويد بيبره وكده. حتى السياسات بتاعت الدول ذاتها بتكون دايركت تكون فقير ودايركت تكون طوال، انت داير القمح يجيك معونه واعانه وكده وبتاع، وتخلي الشعب بتاعك يعني جعان وفورنبل لاي حراك سياسي ولا غيره. اعتقد انه القرارات زي دي قرارات بتاع ليدرشيب، انه والله خسموا يا اخواننا، نحن مذكرين الناس الانغاز ديل هم كذابين طبعا نصابين، لكن كان عندهم شعارات سمحه يقول لك يا اخي والله يا اخي نشرط فاتوره القمح. طبعا لا شرطت لا شيء، اللي شرط هو جيب المواطن السوداني المسكين يسرق زي ما بيقولوا يمين وشمال، لكن كشعار حاجه ممتازه جدا انه تشرط فاتوره القمح، والله نعتمد على انه نشتغل. ممكن تبدا ولايه ولايه، يعني سمارت اريجيشن ما بضر يكون سنترال في على السكيل بتاع مشروع الجزيره ات وانس، ممكن تكون في بوليسيز ثانيه تشجع الناس على الدوميستيك، يعني في ناس عندهم مزارع في بيوتهم، في ناس عندهم مزارع على مستوى الحي، في ناس ممكن على مستوى الديستريكت وكده. فما بالضروري انه الحاجات تبقى كبيره وتكون عندها تمويل حكومي، الليدرشيب مهمه جدا في انه الناس تتحول لسمارت يعني. فعلا هو فعلا طيب مهند كلام صح. نعم تفضل يا محمد واصل. احنا كان برضو عندنا فكره، يعني عملنا حاجه في السمارت ميجرمنت لمياه النيل، كان جبنا برضو اجهزه، وفعلا الحاجه دي كانت دايره اراده سياسيه، فجبنا اجهزه كان من المانيا وركبناها في الكباري السودانيه كلها، وبقينا نقيس كميه المياه داخل السودان بالاجهزه دي كل ساعه، يعني بالضبط عارفين الكمية خشة السودان كم والكمية المرقت كم والاستهلاكت كم. الكلام ده كان تم في مياه النيل. فالحقيقة دائرة شجاعة من النخبة السياسية زي ما نقول. يعني زمان كان مصر بتقول إنه المياه الواصلها 80 مليون، في حين بعد جبنا الأجهزة دي وركبناها لقينا إنه في 90 مليون أقصى 90 مليار يتصل لمصر بعد سد مرب عشر انت كنا عرقسوس طبعا. دي الفهلوه بتاعت عرقسوس يعني العشر الفوق دي. ها فحتى لو مثلا دارين داتا بتاعت ويزر، الان عندنا محطات بتاعت مناخ اوتوماتيك المانيه بتشتغل بتقيس البارامترز دي كل ساعه، ممكن تظبطها كل دقيقه تقيس لك البارامترز اللي هي السن راديشن والويند سبيد والويند دايركشن اند سو اون. فالحاجه دي ممكن برضو تفيدك يا باشمهندس لو انت دار تعملي يعني مور ديتيل للبروجكت بتاعك ده. في كل ولايه في محطه بتاعت مناخ اوتوماتيك دي للشغل بعدين بتاع السنسرز، انت كنت دايره الداتا بتاعت مناخ. ايوه الداتا دي عندها سيرفر ممكن تعملي بوش او بول، انت زول بتاعت اي تي. فالحاجة دي حاليا موجودة برضو من سنة 2015 مركبة. ده كلام جميل جدا يعني. أنا كنت أنا مشيت ألمانيا ودربت على المحطات دي وجينا ركبناها هنا في السودان. هنا في ولاية الجزيرة. باشمهندس يا ريت لو تحط الإيميل بتاعك في الشات
ايوه على يا اساس ريت. انه هاي باشمهندس امينه بعدين تكون عندها تواصل معك. تمام طيب مهند، خليك معانا، بنجيك راجعين بعد الراوند بتاع المداخلات دي. مهند عبد القادر وبعده الدكتور نادر العاقب. مهند، ورحمة الله، سلام ورحمة، تفضل. كيف الحال يا دكتور؟ ألف مبروك يا باشمهندس على نيل الدرجة. طبعا أنا مهند عبد القادر، مهندس زراعي، بعمل في البحوث الزراعية. بس كانت توقعت من البحث إنه بروبوز للسمارت كانل إنه يكون في جانب بتاع سوفت وير او موديلنج. لما لقيت مشروع الجزيره، لانه مشروع الجزيره ده هو عباره عن مشروع ضخم واحتمال يكون اكبر نظام ري سطحي. وانت لو كان عندك تواصل قبل البحث ده، كان انت هو لانه مقسم من المين كانال، بعد ذاك قنوات فرعيه لكيريال لحد ما تصل ب 20 وب 6. يعني انت ممكن تعمل موديلنج صغير مثلا من الجيت بتاع الترعه ب 20 ابو 6 3 جيتس كسامبل، طبق عليه انه التجربه دي، لانه في فاكتورز كثيره هي ممكن تاثر على الانتاجيه بتاعت القمح. يعني مثلا اديك ممكن اللاند ليفلينج مهمه جدا، حتى التوزيع بتاع الموتشر داخل الحقل مهم جدا في الحاجه دي. ما عارف الاناليسيز اللي انت بنيت عليه النتائج بتاعتك دي، يعني الداتا البيانات دي اللي عملت لها تحليل وبنيت عليها، انه ممكن تديك يوفر لنا اكثر من 50%، اتحصلت عليها كيف يعني ولا بنيتيها؟ ممكن توضح لي الحته دي يعني، وليه اخترت مشروع الجزيره كله كده؟ يعني انت كان تاخذي ممكن زي ما تقول ممكن جد بتاع الترعه كانيل، اللي هي كانيل ترعه صغيره، بعدك الترعه دي بتجي منها بيطلع منها قتل ابو 20، ابو 20 ده اللي هو 90 نمره، لانه حتى النظام الاجتماعي داخل مشروع الجزيره معقد جدا. يعني في من الجلسه اللي هي الكانيل الصغيره ب 20 ده فيه 90 فدان، 90 فدان دي ممكن يحصل فيها يكونوا فيها مشاركة لأكثر من 10 مزارعين. دي ما استصحبتها في الدراسة، يعني هو مشاكله كثيرة مشروع الجزيرة، بغض النظر عن الديجنريشن اللي لسه حاصل لنا في الكنز دي. الهيد بتاع الووتر في الكنز ما قاعد يكون منتظم عشان تقدر تبني عليه، وبعد ذاك انه بتن افتح ممكن انت بياناتك تكون من بداية الترعة في هيد محدد، لأنه أصبحت الآن القنوات الشيبين كان اللي اختلف، يعني في ال10 متر ممكن تلقي كم شيب كان اللي بتوع. أتمنى إنه كان تعمل السوفت وير أو كأنك زولة بتاعت أي تي، وتاخذ البيانات الحقلية، البيانات الهندسية. طيب باشمهندس مهند، هل عندكم انتوا ستاديز وديتا يعني ريسنت؟ بالنسبة للكنال في مشروع الجزيرة نفسها؟ والله دي ممكن ناس الأبحاث الهيدروليكية زي ما قال باشمهندس قبل شوية، هم اشتغلوا في الحاجة. غريب، نعم. حسب ال لكن ال في كتاب أنت ممكن كان يفيد جدا، اسمه هو الرولز اند ريجوليشن، ده يعني نظام الري بتاع مشروع الجزيره والنظام الاداري كيف في مشروع الجزيره ده. طبعا زمان بيقولوا انه بسموه الانجيل بتاع مشروع الجزيره، يعني حاجه كده فيه الستبس كلها بتاعت الاداره بتاعت المياه والاداره الفنيه لمشروع الجزيره. اذا قدرت اتحصلت عليه هو بيفيدك، بيديك معلومات شامله عن المشروع. انا قريت كميه من البحوث فيما يتعلق بمشروع الجزيره. حاليا الكانلز انفورميشن المعروضة دي هي من بحث اتعمل بواسطة أحمد الشيخ في 2018، فأنا ما عارفة هل هي أكيوريت ولا لا. بس فيما يخص إنه ليه اخترت المشروع كله، هو لأنه هو كمقترح فبنعمم الدراسة على المشروع كله، بحيث إنه لكن ممكن كتنفيذ أنت تحاول
تنفذه على ترع معينه عشان يحصل تيستمنت او تيستينج للانتاجيه في حد ذاتها. يعني بعدك ممكن شويه شويه نعمل ابجريدنج لكل باقي الكانلز في المشروع. لا انا بقول لك كده لانه الووتر ريكويرمنت بتختلف من الاقسام اللي في جنوب الجزيره أيوة. الى شمال الجزيره. ايوه طبعا الووتر ريكويرمنت لاي محصول عنده كم فاكر بتختلف. ايوه السويل تايب مختلفه. يعني في حاجات كثيره هي فاكتورز مهمه يعني انت المفروض تستصحبيها في الحياه. لكن اتمنى انه تقدري يكون في كولابوريشن مع ناس مثلا الزراعه اداره الري تقدروا انتوا كزملاء بتاعت اي تي بالمعلومات الفنيه والمحددات الفنيه اللي تقدر تعمل موديل صغير وتشوفي النتائج بتاعها. ان شاء الله ان شاء الله. ممتاز جدا. شكرا لك يا باشمهندس. يعني افاده ممتازه جدا. دكتور نادر العاقب حبابك يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه يا غالي. ان شاء الله طيب. الحمد لله بخير الله يسلمكم. يعني كانت فرصه غريبه انا بس وصلني يعني جاني الاشعار بالمحاضره بس يمكن قبل المحاضره بربع ساعه ولا كده ففرصه طيبه انه الواحد قدر يحضرها. و يعني بهني يعني نقول اخوتنا وطلبتنا على يعني نتعمل كيك اوف في دراسات يعني ما على الاقل بماجستير في الاتجاه بتاع الاي سي تي وكده والتكنولوجيز دي بالنسبه لناس يعني في السودان. يعني انا افتكر انه هي على مستوى الماجستير طبعا هي ما دراسه دكتوراه على اساس انه نحن حنتوقع طبعا نتائج يعني تكون ضخمه وكبيره يعني لكن على مستوى الماجستير الفكره انها هي يعني مرحله كويسه انه كيك اوف بالنسبه لدراسات تاني اكبر واعمق وكده. في الحقيقه انا فعلا انترستد في الموضوع بتاع الاي سي تي لانه حس احنا حاليا في المانيا في جامعه كولون عندنا مشروع برضو مع عن السودان في المجال بتاع الدراوت ريزيلينس في الفارمينج سيستمز وكده ومعانا فعلا ناس الهيدروليك ريسيرش سنتر معانا الاخ خالد النور وكده الدكتور خالد النور ككوبريتنج ريسيرشر. فالموضوع فعلا يعني هو بين انترستنج واحنا بس يا دوب يعني بعدين لنا 7 شهور وناويين يعني نمشي لقدام في مده 3 سنين ان شاء الله. هنا انا عايز اعلق يعني او يمكن يكون هو برضو التداخل اللي حصل مع المداخله حصلت برضو من محمد قريب برضو هي كانت مهمة. فيمكن عايز أدمج بين كم حاجة يعني هنا كم نقطة. في الأول ممكن يعني أنا طلعت على الورقة اللي مكتوبة عن المشروع اللي اتعمل على الـ ICT بواسطة اللي هو تكلم عنه محمد غريب. بس هو حسي في كلامه ذكر بأنه هو ما في إمكانية انه يعني الحاجه دي تتوسع في المشروع. فانا هنا بس يعني على بالي سؤال طب هو كان الغرض من المشروع اللي عملوه شنو يعني هل هو مجرد اسم مشروع ولا كان يهدف لانه تكسباند التجربه دي على نطاق اوسع او هو بس مجرد كان مثلا بحث وخلاص. الشيء اللي بعرفه انه دائما يعني بالذات المؤسسات البحثيه والحاله الحسي يعني مفترض يمشي فيه الاتجاه بتاع البحث انه يكون في ساينس بوليسي ديالوج. فهل يعني على الهيدروليك ريسيرش سنتر لما عملوا المشروع كانوا بيهدفوا لقدام انه
يشوفوا كيف يقدر يستفيد من الساينس بيهايند المشروع بتاعهم ده، وبعد ذاك يعملوا فيه يعملوا لونج تيرم بلاننج، ويكون تطلع منه بوليسيز وتطبق على تو بي امبلمنتد يعني على ارض الواقع ولا كيف. ده سؤال يعني بوجهه، ممكن يكون يعني داخل في الدسكشن مع محمد غريب. انا بفتكر انه واحده من مشاكلنا احنا في السودان ان المشاريع بتاعتنا بنعملها او البحوث بتاعتنا دائما هي بس مجرد فور ذا سيك اوف ريسيرش اند ذاتس ات. لكن انا بفتكر لما تكون بالذات في المؤسسات اللي لها علاقه بالوزارات يعني اللي هي بتعمل بلاننج وهي بتعمل بوليسيز، انا بفتكر انه المفروض تكون تمشي خطوه كبيره الى البلاننج والبوليسيز rather than just research. وغير كده احنا لو دائما بنتعلل بالامكانات وما اعرف زي ما حد يقول انه اذا احنا وقفنا ما اعرف بعض الفارمز وبالتالي حيحصل يعني دائما احنا حقه السياسه ما يعني ما تكون هي طاغيه على كل شيء. انا يعني ام نوت بوليتيشنز لكن يعني بتكلم انه لازم يكون في عندنا ساينس. اذا ما كان في ساينس بيؤدي الى البوليسيز العلاقه دي هي ما موجوده، فنحن حنظل دائما بنتكلم عن انه نحن ما عندنا امكانيات. انا افتكر انه القسط اللي قاعد حسه نحن المشروع ذاته اللي نحن الخساره اللوسز اللي قاعد بتحصل منه، انا بفتكر انه لو يعني الناس فكرت عن اللونج تيرم وحاولت تعمل ساكريفايس يعني ساكريفايس جست فور شورت تيرم، وممكن احنا يكون للونج تيرم عندنا فائده اكبر. انا افتكر انه مثلا بالمقارنه برضو اللي هي الاخت عن التجربه في مصر، انا بتذكر قبل سنتين مشيت انا فاير ووتر ويك، لقيت ان المصريين يعني حتى على مستوى الفارمرز هم يعني عندهم يعني مساهمة كبيرة جدا وعندهم شغف لاستخدام التكنولوجيز وقاعدين يستخدموا حياة الاي سي تي وكذا. فليه ده ما بنفس القدر نحن نحاول نطبقه في السودان؟ انا متاكد جدا انه الفارمرز بتاعنا بالخسائر اللي هم قاعدين يواجهوها لو جينا نبلنا لهم تجارب زي دي ولو على مستوى بسيط يعني سيلكت فارمرز، انا متاكد انهم هم الفارمرز اللي بعدنا يعني النيبرز بتاعنهم زملائهم حيحاولوا يساهموا في ويشاركوا في حاجه زي دي، حيكونوا مستعدين انه يطبقوها. يمكن هو ذاته الفارمر اللي مثلا يكون في زي دوله زي كوريا، نحن عندنا مثلا من جهه في المانيا والى اخره، اعملوا زي اللي هو الحكايه محتاجه لها مرات ايفون وسمارت فون اللي هو ده منتشر، اجهزه تيجي من الدول المانحه زي دي كوريا المانيا يعني other countries، بيدي الفارمر بيجيب له الاجهزه والاجهزه ما صعبه يعني هي مجرد ابس بتتعامل. بحس ان احنا عندنا هنا معانا في جامعة كولومبيا في بروفيسور بيعملوا الابس يعني وطبقوها في الهند عندهم حكاية الاي سي ديز. فانا بفتكر انه ممكن الفارمر يكون متشجع جدا ويشوف انه بدل ما الخسائر اللي بيخسرها في انه بيزرع قدر شنو بعد ذلك لما يجي وقت الحصاد من 50% من زراعته هي بيفقدها، انا بفتكر انه هو حيشوف العائد من التكنولوجيز دي هي حتدر عليه بفائدة، ممكن بعد كده هو يتشجع هو ذاته يقدر تو انفست ولو بسيط، وبالتالي وبالمقابل كمان الحكومه ممكن تعمل دعم له. لكن اذا تركنا الامر كده ودائما نحب نفكر في الشورت تيرم وما في اللونج تيرم فنحن ويل نيفر يعني بروسيد وما حنكون سكسسفول. موضوع الهويت نفسه أنا أفتكر إن ليه يعني بطرح سؤال ليه مثلا إحنا نركز على الهويد بالضبط بينما الميجر الكروبس اللي عندنا
هي ما الهويد، وإنما السورغم والميلت. فأنا ايوه ما طبعا، أفتكر إنه الناس إذا ما أكلت ميت معناها يعني هي ما حتعيش يعني. فليه ما يكون في دائما إحنا زي ما قال الأخ دكتور أنور، هي طبعا في سياسات عالمية بتخلي إنه لازم يكون في دول اللي هو اليوروبيان كانتريز دي تكون هي ديبندنت على ال ال وانا ممكن يعني استحضر حسي قصه ذكرها الوالد رحمه الله لما كان شغال في السنغال في مركز التكنولوجي. فجاء واحد زائر امريكي وهو كان بيتكلم، يعني الوالد رحمه الله كان بيتكلم عن انه الدول الافريقيه مفترض ما تمشي في موضوع الكروبس اللي هي اعتمادها على برا، وانما تحاول يعني تنمي في زراعه المحاصيل المحليه على طول. لو يعني انت do want to undermine our policy، فده بوضح لك على انه احنا دكتور نادر. خلينا دكتور نادر بس الحته دي تحديدا حاضيف حاجه مهمه. نعم، انه في كوريا الجنوبيه الناس اللي الريسيرش بتاعهم في تطوير الاكل اللي بياكلوه هو اللي بيتزرع عندهم. ايوه، وبعد ذاك يعني الكيمتشي ده طوروا فيه طوروا فيه لحد ما بقوا يصدروا لي برا، وبعد ذاك اشتغلوا الشغل بتاع الكلتشرال بروموشن، وكل الاستراتيجي كلها ماشيه مع بعض. الميوزك ناس الكي بوب والما كل الناس ديل، الاغاني فيها كيمتشي وبتاع، الناس بتلقى اغاني سودانيه فيها اكل بالمناسبه، لانه الاكل بتاعنا ذاته وي ار نوت براود اوف. فالكيمتشي والجينسينج والحاجات دي طوروا فيها تطوير كبير جدا جدا، لكن محليا الريسيرش اشتغل محلي. يعني الحكومه ما كانت شور سايتد وبس همها في انه بس الديل ياكلوا كيف الليله، لا همها انه بعدين هيحصل شنو، وده الليدرشيب اللي كان مطلوبه. معلش واصل دكتور نادر، بس معلش ما يتعلق بالكيمشي، يعني حاليا الحكومه عامله ريسيرش انستيتيوت مخصص بس للكيمشي اسمه كيمشي ريسيرش انستيتيوت. ف يعني اتخيل بس يعني حاجه واحده كيمشي بس عاملين للريسيرش انستيتيوت وقومه وقاعده، دي حاجه يعني كويسه جدا فيما يتعلق بالسياسات الكوريه وتوجه الحكومه. احنا طبعا برضه اخواننا ننبه انه عندنا احنا واحد من الانشطه الرئيسيه بتاعتنا في الباحثين السودانيين هي منتدى التخطيط الاقتصادي، والليله كان المحاضره رقم 58 في المنتدى. وعندنا قبل كده الاستاذ فضل الله خاطر اللي هو المستشار الاقتصادي للسفاره القطريه في سيول، قدم محاضره كامله عن نهضه كوريا الجنوبيه الاقتصاديه التنميه الاقتصاديه. وفيها دكتوره سمنه امام قدمت عن كيف السياسات مثلا بتاعت الدول امريكا وغيره وغيره. شوف ناسي قريبات دي، كان في توقيع بتاع اتفاقيه ما بين يو اس ايد والحكومه السودانيه، اسي قريبات دي لانهم يمدوا السودان بقمح. دي ما جزء من السياسات بتاعت الكونتينمنت، عشان انا احتويك وقرارك ده ما يكون هنا وانا اقدر ذاته اثر على شارعك وكده وربيع عربي وغيره، انه انا ده اكلك ما اخليك تمشي تزرع الحاجه دي، ما تمشي تطور الذره بتاعتك دي تعمل الدخن ولا لا لا لا، تاكل الاكل الجاهز ده وقت ما فرفرته ولا بتاع بنسحبه منك شهر واحد الحكومه بتقع، مش كده؟ دكتور نادر معلش دفعنا كلامك. لا 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 مناسب يعني في الكونتكست، وفي المثل اللي بيقول لك لا تعطني سمك وانما يعني علمني كيف اصطاد. انا بفتكر انه احنا بدل ما نكون بس يعني كونسيومرز وفعلا تحس البيئه حاصل، ونحن يعني على الرغم ان احنا بلد زراعي وعندنا من الموارد ولكن بنتغنى بمواردنا، لكن احنا ما قاعدين نوظفها بطريقه كويسه. يعني احنا انا بفكر احنا مشكلتنا هي المس مانجمنت اكثر من انها هي عدم وجود امكانات، يعني سواء كانت ماديه او بشريه. انا ما افكر انه دائما الامكانيات الماديه هي اللي افترض تكون عائق، يعني وانما احنا هاو تو مانج الريسورسز بتاعتنا بالطريقه الكويسه. يعني انا هو مثلا في مصر يعني الفارمرز هم حسي يعني مصر عندها ما عندها نفس الاراضي زينا ولا عندها يعني عندها ضائق، لكن قدروا يستخدموا التكنولوجيز لدرجه انه المقارنه ما في يعني مقارنه بين الووتر يوز افشنسي بتاعتهم هناك والووتر برودكت وبين اللي موجود في السودان. فيعني احنا حتى عندنا دراسه عملناها لما عملنا مقارنه بين
مشروع الجزيره بالنسبه للويب افشنسي بالمقارنه مع دول عديده في العالم حكايه اقل حاجه يعني. فده بيبين على انه احنا في شيء مفترض احنا نعمله يعني. وانا بفتكر انه زي مشروع اللي اتعمل عملوه ناس الفارسي بتاع الاي سي تي ده، انا افتكر يفترض يتوسع فعلا بحيث انه يبدا في يطلع منه تكون في بلاننج ارقام من كده ويكسباند ويبقى في بوليسيز اوت اوف ات. وشكرا. شكرا جزيلا دكتور نادر. دكتور نادر العاقب الاستاذ في جامعه كولون في المانيا، وكان قبل كده شارك في مؤتمر الباحثين السودانيين في جامعه النيلين 2018 او 2017 ما بتذكر، 2018 نعم. وبعدين كان برضو في واحد من المشرفين في المجموعه البحثيه بتاعتك اللي هو الباشمهندس محمد بشير، بعد ذاك مشى منه في جامعه مانشستر مش كده؟ نعم صحيح صحيح. نعم. فدكتور نادر يا اخي دعنا نشوف لو في امكانيه نعمل لنا مبادره بالتعاون مع الجروب بتاع الزريعه السوداني برضو، لانه فيه ناس مهتمين بالفارمنج مهم يعني كتار والاجريكلتشر بصوره عامه، عن انه ان شاء الله لو بقى في بايلوت ولا تو بايلوتس الناس شافت النجاح قدامه. تمام. انا حسي زي ما قلت لك المشروع بتاعنا هو يعني احنا بدناه في شهر فبراير الماضي، وهيستمر عندنا تمويل منه لثلاث سنوات، وفيه برضه حيخشوا معانا طلاب بتاعين دكتوراه اذا لقوا يعني سكولرشيبس. فنحن لسه ما مشينا يعني طبعا مع موضوع الكورونا ولسه احنا في البدايه ما مشينا على الفيد، لكن ناويين طبعا. وزي ما قلت لك انه هو يعني دكتور خالد النور هو واحده من الكوبريتنج ريسيرشز معانا في اتش ار سي، فمعانا هو في المشروع ده كوبريتنج ريسيرشر. ف يعني احنا ناويين انه فعلا يكون ده هو الهدف، انه نعمل اللي هو بايلوت ستادز وكنا بايلوت فارمز، ومنها بعد ذاك متاكدين انه يعني الفارمز ده لما يشوف انه في يعني هم ذاتهم اذكياء وممكن هم محتاجين ل يعني ل consultancies من الباحثين من الستيك هولدرز من البوليسي ميكرز وكده، ولو وجدوا يعني الهينس دي انا متاكد انهم هم يعني ما حيتوانوا في انه يستخدموها يعني. لو شافوا انه حيكون عندهم عائد افضل من الوضع الحالي اللي هو بيعانوا منه يعني. فان شاء الله دي تكون يعني هي يعني بدايه موفقه، طالما اصلا احنا ذاته يعني الحاجه اللي خلتنا نحن نقوم بالمشروع ده انه ناس ال HRC كان عندهم يعني فكرة في الموضوع ده والمشروع بتاعهم، فنحن إن شاء الله يكون يعني نعمل collaboration كويس في إنه خلال الثلاث سنوات دي، لأنه الناس تطلع بحاجة إنه تكون عندها impacts على ال planning وال policies في مجال في farming system في السودان إن شاء الله. ممتاز ممتاز جدا. إحنا بنرحب بكم في أي وقت دارين تعملوا يعني ريزنج لاويرنس، دايرين يعني زي ما يقولوا كولابريشن في الريسيرش وكده مع اي باحث ولا بتاع، فالمجموعه بتاع الباحثين السودانيين المنصه متاحه لكم في اي لحظه يا دكتور نادر. شكرا جزيلا لك. الله يديك العافيه. دكتوره علا، علا عبد الغني عمر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. دكتور علا عبد الغني، جامعه القصيم، قصيم يونيفرسيتي. ما شاء الله صراحه البحث يعني من عنوانه جميل. انا شغلي طبعا تبع الكمبيوتر، فكنت عايزه اسال يعني امينه، انت الجزئيه بتاعت السمارت فور اريجيشن انت قصده بيها شنو؟ يعني انت هتعملي شنو او عملتي شنو؟ طيب لما نقول دكتورة علا، انت كنت معانا من بداية السيمينار؟ دكتورة علا صراحة لا، ما انا دخلت متأخرة. ايوه الو، انا طبعا كزول زميلك استاذ زيك في الجامعة وكذا، وهم بستاذنك انه عليك الله احضر السيمينار في التسجيل، الريكوردنج يكون موجود في الفيسبوك وفي القناة بتاع الباحثين السودانيين في اليوتيوب، عشان بس ما يكون في سيمينارين يعني.
شكرا لك يا دكتور، الله يكرمك كثر خيرك. شكرا لك كثير. احمد السيد تفضل. طيب السلام عليكم. هو الحقيقة يعني نشكركم يا أنور كالعادة. أنا طبعا انقطعت لي فترة طويلة جدا لأنه راجت فترة يعني 6-7 بروف أحمد السيد يا سلام. هاي راجت فترة كده بالكورونا وكمبليكيشنز أشكال والوان يعني حدث الأسبوع الفات يعني للأسف قاعد لكم في نعشة كده أقفل الفيديو. طيب أنا مدير مركز البحوث الصحية في جامعة الزعيم الأسري. الحقيقة أنا بهني يعني بنتنا أمينة يعني شغل جميل جدا جدا، وأنا أفتكر يعني يمكن زي ما كتير من المعاقبين قالوا مشكلتنا في السودان إنه ما بنربط حياتنا بالتنمية. أنا عندي دراسة حسي حتبحث عملتها مع جامعة ستيلنبوش في إنه للأسف الشديد البحوث البداعاتنا ياريت تكون زي بتاعتك دي، وياريت تمديها تاني لدكتوراه عشان يعني عايزين. وأنا أبشرك يعني في شركة في السودان هنا، ونكلم الأخ نادر العاقب يعني ده واحد من الباحثين الشغال في المركز القومي للبحوث، عنده شركته الخاصة وعنده التكنولوجيا ده كله وشغال حس في مزرعة خاصة. للأسف الشديد عشان تغني على الحكومة، عشان أنا أغني على الجامعة بتاعتنا نعمل في المزرعة بتاعتنا، في أسباب كانت منطقية إنه ما نطبق يعني، لأنه كنا بالضبط دارين نعمل الكلام اللي بيقول عليه الأخ نادر دي إنه يا أخي عايزين نشوف يعني كيف نحن إنه السمارت تكنولوجيا ده نطور الزراعة بتاعتنا. فأنا أرجو منه الأخ دمينة يعني تقدم إليهن. أنا متأكد الكوفيين ما بيمانعه في إنه يعني we need more details. هي بتغني عن الناس هنا cost effectiveness. cost effectiveness دي حتغني عن الناس كيف بإنه تمشي لدكتورة والدكتورة دي ما فيها intervention، يكون فيها pilot. البايلوت من حسي أنا بجهزك مزرعة 10 فدان، ما عندها ما في أي مشكلة. كويس إنه ناس تجهزة وتثبت للناس التانين إنه الكلام دي ده بايلوت عملت وناجحة. وممكن السنسر زي موجودة في السودان، نحن عندنا طالبة في عندنا في الجامعة بتاعتنا السنسر زي دي، اشتغلت معانا البحث بتاعه وجبلوه في أمريكا. دكتور أحمد الصوت وقف، ما يكون الإنترنت يا أخي. بروفيسور أحمد السيد هو من الناس الأكتف جدا في جامعة الزعيم الأزهري، وساهم معانا مساهمات كبيرة جدا في الفترة بتاعت القفلة بتاع الكورونا في التدريب على التعليم الإلكتروني، وهو prominent professor. يعني لو قال لك كلام ده أخذيه نهائي إن شاء الله. أمينة الكلام جميل جدا، أنا بس محتاجة طريقة تواصل معه وإيميل أو أي لا، دي بسيطة جدا بتتواصل معه وتب واسي تقريبا الانترنت بتاعه زي القطع. دي واحدة من التشالنجز في السودان حاليا، لكن إن شاء الله بوصلك بيه وبرسل لك تلفونك الواتساب. إتي أنا رسلتك رسالة واتساب وممكن نتواصل من هناك، برسل لك برضو الرقم بتاعي. يا أخوانا شكرا جزيلا لكم صراحة. أمينة مشت في الـ في الـ في السنة الحسنة اللي احنا دارينها، إنه أي طالب وأي طالبة أي باحث وباحثة سوداني أخذ ديجري ماجستير دكتوراه يجي يوري الناس يعمل انفورمينج، لأنه أنا أخواننا وكوميونيكيت للحاجة اللي هو بيصير لها على أساس إنه الناس الباقيين يجيبنوا فوقك يعني، وعلى أساس إنه الناس تعرف ذاته أن إحنا واقفين وين وواصلين وين، لأنه معظم البحوث الجديدة بتعمل في مشاكل جديدة يعني. فشكرا جزيلا لك يا أمينة، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق وألف مبروك. احتفلي، دي أيام جميلة بالنسبة لك، وتفسحي في كوريا، انبسطي، كوريا جميلة. ها وشكرا جزيلا للناس اللي كانوا معانا من الباحثين والباحثات من أعضاء مجموعة الباحثين السودانيين في الويبينار ده، وكذلك الناس التابعة عبر الفيسبوك. نشكركم جزيلا. شكرا لك يا أمينة. شكرا شكرا، مع السلامة. مع السلامة. نيجا سيو. نيجا سيو.